مساء الخير والسعادة أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم. يسعدني أن أكون معاكم في أولى حلقات برنامجكم بيت المصريين. في الأول أنا أحب أنعي نفسي أولا، ثم أنعي الشعب المصري بأكمله على ولادنا وجيشنا المصري، ولادنا اللي راحوا في يعني دمائهم الطاهرة اللي روت أعظم وأطهر بقعة على أرض العالم، وهي سينا. فأنعيكم وأنعي الشعب المصري بأكمله على هذا المصاب الكبير، واللهم اربط على قلوب أزواجهم إن شاء الله وتقبلهم من الشهداء بإذن الله يا رب. أولا أحب أتكلم في حديث العالم كله، وهي الكورونا. بس أنا هتكلم في الموضوع من زاوية تانية خالص، وهي إن إحنا الكورونا يعني إحنا تعودنا أو من المفترض إن اللي ما بيحصل مصاب أو بيحصل كارثة أو بيحصل يعني أي موقف بيحصل في مكان واحد أو بيحصل في دولة أو بيحصل في بلد، ولكن إن يعني الكرة الأرضية كلها تضرب بفيروس يعني يرعب العالم، وحرب كاملة علشان نوصل يعني نوصل لعلاج لهذا الفيروس. فطبعا ده شيء لازم كلنا نراجع نفسنا عليه، ولازم كلنا نقف وقفه مع نفسينا. هنقول ان كان سبب في ان احنا كلنا قعدنا في بيوتنا، او العالم كله دلوقتي قاعد في بيوته. فالمشكله في ان هل قعده البيت دي احنا عايزين نستثمرها، وعايزين نعمل من المصاب من المنحه، من المحنه منحه. فدلوقتي احنا عايزين نحول هذا الموقف الكبير من المشكلة العظيمة اللي احنا بنمر بيها العالم كله، عايزين نحولها لمنحة لينا ونستفيد منها كلنا في ازاي نقدر نستثمر هذا الموقف. ان كل الناس دلوقتي قاعدة في بيوتها، والأسرة بدأت ترجع تاني، يعني بيراجعوا نفسيهم تاني، والناس بدأت تراجع نفسها تاني. فاحنا عايزين ندور على حلول ازاي نتجنب ونتلافى المشاكل الأسرية او المشاكل اللي ممكن تحصل من وجود الأسرة كلها في مكان واحد، او المشاحنات اللي بين الزوج والزوجة، او المشاحنات اللي بين الولاد والأسرة. فانا معايا الاول ارحب بضيفتي العزيزة الأستاذة رانيا عثمان. الاول ارحب بيها، هي مسار اعلام الأكاديمية العالم العربي الدولية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذة امل، سعيد شرفتينا ونورتينا. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين نتكلم، كلنا بندور على حلول ان احنا نستفيد من هذه المنحة، وهي ان الأسرة كلها بدأت تقعد في البيت تاني، ودوت ممكن يسبب بعض المشاحنات لأفراد الأسرة، ممكن يسبب بعض المشاكل لأفراد الأسرة. فهل ممكن احنا نتجنب هذه المشاكل بان احنا نلاقي حلول ازاي الأسرة تتجنب هذا الموقف، والزوج والزوجة يحاولوا يتكيفوا على هذا الموضوع ويتجنبوا المشاكل من هذا الموقف؟ بداية كده أنا أحب أنعي شهداء الوطن زي ما حضرتك قلتي، المصابين في بئر العبد، الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته ويتقبلهم من الشهداء اللي رووا بدمائهم الزكية بئر العبد، وبدعوا الله أن يصبر أهاليهم والمصابين، ربنا يمن عليهم بالشفاء. بالنسبة لموضوع أزمة كورونا، العالم كله تحول الى ازمه حاليا، فاحنا جه دورنا ان احنا نحاول احنا نخليها بدل ما هي محنه ان احنا نحولها الى منحه. فنبدا ان احنا نستغل ده، نبدا ان احنا وجودنا في البيت مع بعض كاسره واحده يجعل في ترابط وتماسك بالنسبه للاسره، يخلينا مترابطين ومتماسكين اكتر، ان احنا نمسك نبقى مع بعض ونعدي الازمه في خير وسلام بإذن الله. والله أنا أكيد برضو السوشيال ميديا ليها دور في إزاي إن احنا نتخطى هذه المنحة الكبيرة. فرأي حضرتك إيه دور السوشيال ميديا في إن هي تساعد المواطنين والعالم كله إن هو يتخطى هذه المنحة؟ والله بالنسبة للسوشيال ميديا عليها عامل كبير جدا، لأن احنا حاليا كلنا في وقت الحظر قاعدين، يا بنلجأ للتلفزيون يا إما بنلجأ للسوشيال ميديا لقضاء وقت الفراغ. فبالتالي احنا على السوشيال ميديا لازم نبتعد قدر الإمكان عن الأخبار السلبية. خلاص بقى احنا عرفنا الكورونا وأضرارها وكيفية الإصابة بيها، فبالتالي احنا بقى نبتعد عن الأخبار السلبية.
نحاول بقى ان احنا نثقف نفسينا، نتعلم مهارات زيادة، ناخد دورات عن بعد. في دورات كتيرة جدا متاحة ان انت تاخديها عن بعد اونلاين او في بعض الاكاديميات، فدي بتديكي فرصة ان انت في المحنة دي ان انت تنمي نفسك، تزودي قدراتك، تزودي مواهبك، ودي طبعا بتبقى حاجة كويسة جدا ان انت خرجتي من دايرة ضغط العمل والشغل والستريس بتاع الاجهاد العصبي، ان انت بقى بتبدأي بتطوري من نفسك، فتبقى كويسة جدا ان انت تستخدمي السوشيال ميديا في حاجة زي كده. طب احنا معانا اتصال، ممكن في استغاثة، احنا برنامجنا يعني اجتماعي، ففي استغاثة، ممكن نشوف اتصال. الو، الو، اي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مدام اهلا صفاء وسهلا معايا. بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. كل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. انا بستغيث والله سيادة الريس، تمام. انا في ظروف ربنا يعلم بيها. طب ايه اول يعني، يوم ايه لو معايا ثلاث سمحتي، ايه سنين. مشكلة حضرتك يا فندم؟ ايه مشكلة حضرتك؟ انا جوزي قاعد في البيت ما فيش شغل، وقاعده في حته تحت السلم ومعناش فلوس خالص، يعني ولا ليا قبض ولا ليا اي دخل. والله هقول لحضرتك على حاجة، هو طبعا الوضع الحالي اعتقد ان العالم كله بيمر بنفس الظروف، وعلى المهم هي استغاثتك وصلت، طبعا هي اكيد وصلت ان شاء الله، ولكن العالم كله بيمر بنفس الظرف وبنفس الظروف، مش حضرتك لوحدك والله، والناس كلها اكيد بتعاني، ولا بلدنا بس ولا مصر بس، لا ده العالم، واكبر دول في العالم اكيد عندها نفس المعاناة، فكلنا والله اكيد في نفس الموقف ونفس المعاناة ديت، فوالله احنا كلنا نتكاتف، واللي بيقدر على حاجة بيعملها، فان شاء الله باذن الله استغاثتك وصلت باذن الله، ويا رب ان شاء الله يكون صوتك وصل وفي حد يستجيب ان شاء الله ويرد على حضرتك. اشكرك جدا، سعدت بيكم اخواتي انا الاعزاء، عايزه اقول اتفضلي. بس تعقيب بسيط، ان سياده الرئيس ومجلس الوزراء عملوا منحه للعماله الغير منتظمه لمده تمام. 3 شهور. بوجه للاخت اللي هي متصله، المنحه دي لمده 3 شهور عاملينها بمبلغ 500 جنيه، والتقديم ليها اونلاين بالبيانات الشخصيه بس، وبتتصرف كل شهر. وفعلا كان بدأ الصرف من يوم 16 لغاية يوم 24، وبدأ من يوم 26 الناس اللي تخلفوا عن الصرف. فهي ممكن تقدم في المنحة دي وتبقى مبلغ يقدر ان هو يساعدها انها تعدي الأزمة يعني، وربنا يعين كل واحد على حاله. امين يا رب. طبعا اكيد هي اكيد وصل لها الموضوع على مستوى مصر كلها، الناس كتير قوي قدمت، وفعلا رئاسه الوزراء الصرف استجابت اشتغل وصرفت، فعلا، ده ناس حقيقة. كتير قوي صرفت، ربنا ان شاء الله يا رب يعدي المنحه دي على خير، ويعدي الامور دي على خير ان شاء الله. اشكر حضرتك في نهايه اللقاء، ربنا واحب يسعدك يا رب. ارحب بحضرتك ان شاء الله في لقاءات اخرى باذن الله، اشكرك جدا. ان شاء الله. وفي نهايه اللقاء احب اشكركم اعزائي المشاهدين، تحياتي لكم، دمتم في امان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.